السلام عليكم، مرحبا بكم حبيبتي في قناتي بيتي جنتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اول اذا كنتم اول مره تشوفوا قناتي، اتمنى تشاركوا معي وتضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. واذا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم للفيديو. وهنا نروح نشوفوا الكافيه تاع اليوم ان شاء الله. الوصفه تاع اليوم ان شاء الله يعني ايضا جد صحيه وراح تساعدكم بزاف، وهي عباره عن وصفة لتبييض الأسنان وعلاج اللثة، مشاكل جميع مشاكل اللثة. فرائعة جدا بمكونات جد بسيطة، مع أننا في وقت البرتقال راح إن شاء الله نستعمل هذا القشور توعو. كما تشوفوا عندي كمية من قشور البرتقال بهذه الطريقة، وعندنا كمية من زيت الزيتون. لازم زيت الزيتون يكون زيت الحر، زيت الزيتون الحر، ماشي يعني زيتون كما نقول احنا الزيت الطبيعي. وعلى هذا هو المكونات، واش راح نديروا الوصفه تاعنا. راح نحكموا هذه الكميه من ثم ديروا يعني خدموا كميه قليله. كما تشوفوا اخذت كميه من قليله من البرتقال، راح تحكم لي حوالي 3 ايام، لان نغسلوا اسناننا خطره، يعني نحن نغسلوا اسناننا مرتين في اليوم، الصباح وفي الليل قبل النوم. ديروا كميه قليله وفي وقت تخلص عاودوا زيدوا ديروا كميه اخرى. دوك عندي كما راكم تشوفوا كميه من قشر الليمون، عفوا قشر البرتقال، راح نضيف لها كميه من زيت الزيتون وراح نمكسيهم. نقوموا بطحنهم حتى نتحصلوا على تخلط على نتحصلوا على خليط. فوالا راح نمكسيهم ونرجعوا ان شاء الله. هنا نتحصلوا على هذا الخليط كما راكم تشوفوا، رحيوه الخلاط الكهربائي او الخلاط اليدوي عادي. المهم تحصلوا على هذا المزيج. الان واش راح نديروا؟ نجيبوا عادي معجون الاسنان اللي تستخدموه يوميا، راح نضيفوا كميه منه. انا نمزج المكونات مع بعض. نتحصل على هذا الخليط، تقدروا تزيدوا تمكسيوه اكثر. هنا تحصلوا على هذا الخليط. راح نجيبوا عادي فرشه الاسنان تاعكم استعمالات اليوميه، ديروا كميه منها وتغسلوا في الصباح وفي الليل، وراح تشوفوا يعني نتيجه رائعه جدا. راح لانه فيها الزيت وهذاك، لانها قمنا بطحن قشور الليمون مع زيت الزيتون، مفيدة جدا للأسنان، راح تعالجكم خاصة مشاكل اللثة، وأيضا تعطيكم رائحة منعشة للفم اللي عندهم رائحة كريهة في الفم، يعني أيضا راح تنعش لكم الفم وتعطيكم رائحة جميلة يعني صحية جدا. أتمنى تجربوها، وإذا عجبتكم الوصفة بارتجوها مع الأهل والأصدقاء. وأي استفسارات وأي تساؤلات بعثوا لي في الكومنتار إن شاء الله راح نجاوبكم. وفي الاخير ما نغير نقولكم تلا في رواحكم، تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.